بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن الوفاء، عن الوفاء، عن إزاي تساعد الناس من غير ما تحرجها، عن إزاي تتعامل مع الناس برقي وإنسانية. هي قصة مش حقيقية، هي قصة رمزية من الأدب العربي القديم، لقيتها في بطون الكتب القديمة. القصة دي بيت شعر بتقول: وما طردناك من بخل ولا قللي، ولكن خشينا عليك وقفة الخجلي. يعني ايه؟ القصة هتشرح بيت الشعر الصعب دول. القصة بتقول ان كان في شاب غني جدا، لان ابوه كان شغال في تجارة الجواهر والياقوت والذهب، وكان الاب معلمش ولاده المهنة دي. وكان الشاب ده له اصدقاء، وكان بينهم حب شديد وصداقة واحترام وتقدير. ولفت ليام لفتها ومات الاب، وما كانش في حد من الولاد بيفهم في تجارة الجواهر زي الأب، فخسروا فلوسهم وافتقرت العيلة فقر شديد، وبقى الشاب الغني ده فقير جدا جدا. وبدأ يدور مين من أصدقاء الماضي يقدر يساعده في المحنة اللي هو فيها، فعرف إن كان أعز صديق ليه بقى غني جدا وعنده قصور وأملاك وفلوس وجواهر، فقال أروح له لعله يلاقي لي عمل أو يساعدني بطريقة ما عشان أقف على رجلي وأكمل حياتي. مش عايز يساعدني بفلوس، إنما عايز أقف على رجلي يجيب لي شغل أو حاجة. فراح وصل لباب القصر، الخدم فتحوله، بصوا عليه لقوه راجل كده شكله يعني تعبان جدا وهدومه بسيطة جدا، وقال لهم: أنا صديق فلان صاحب القصر، كنا مع بعض زمان من فترة طويلة، وأنا عايزكم تبلغوه إن أنا موجود على الباب. الخدم يعني استغربوا من شكله جدا، دخلوا لصاحب القصر قالوا له: في صديق قديم واقف على الباب عايز يقابلك. فالراجل كده فتح ستارة من غير ما حد يعني يشوف، وبص على الراجل اللي واقف بره، وقام رجع للخدم بتوعه وقالوا لهم: قولوا له أنا مقدرش أستقبل حد دلوقتي. فخرج الراجل حزين على الندالة، على عدم الوفاء، على غياب الصداقة، وخد بعضه وهو ماشي حزين بيقول: خلاص اتقفلت الطرق في وشي. فجأة لقى قدامه يدوب مشي من بعد البيت بخطوات قليلة ثلاث رجال في ايديهم كيس كبير، وبيقولوا: مين يدل على فلان ابن فلان؟ وذكروا اسم ابوه. قالوا: ده ابويا، انتوا بتدوروا عايزين منه ايه؟ ده مات من فترة. قالوا له: ابوك كان تاجر مجوهرات، ساب لنا مجموعة مجوهرات نتاجر فيها، وكان سايبها عندنا امانة. ادي كيس المجوهرات اللي ابوك سابه لنا امانة. خد الكيس مش مصدق نفسه، وقاموا سايبينه وماشيين. معقولة ايه الصدفة العجيبة دي؟ وايه الفلوس اللي فجأة جت في ايدي دي؟ لكن في نفس الوقت، ما هو لو يعرف يشغلهم كان نجح قبل كده. ده هو خسر كل الفلوس لانه ما بيعرفش يتعامل مع الحاجات دي. يدوب خطوتين لقى صدفة تانية اعجب من الاولى. لقى واحدة ست كبيرة في السن باين عليها الغنى كده والنعمة، قالت له: يا ابني تعرف حد يدلني على حد بيبيع مجوهرات في بلدكم؟ مش مصدق بقى، مش معقولة كمية الصدف دي. قال لها: انا معايا مجموعة مجوهرات. بصت فيها وديت له مبلغ كبير من الفلوس، وقالت له: ده تمن المجوهرات. وخدت الكيس، مش مصدق نفسه، راح خد بقى معاه فلوس كتير، فتح محل عطارة، حاجة بقى تانية يفهم فيها، وباع واشترى واغتنى. ومرت ايام وشهور وسنة واتنين، ولقى مين داخل عليه؟ صاحبنا اللي اداله، اللي راح وقف على بابه الغني، اللي رفض يقابله صديق الماضي. قال له: جاي لي دلوقتي بعد ما وقفت على رجلي، بعد ما تنكرت ليا ورفضت تقابلني؟ فرد عليه صديقه وقال له: أنا اللي بعدت أمي، الست اللي جات لك خدت منك المجوهرات دي أمي، وأنا اللي بعدت التلاتة علشان يدوك المجوهرات، وبعدت أمي علشان تشتريها منك، لأن أنا كنت عارف إن أنت ما معكش فلوس، أنا كنت عايز أديك فلوس بأي طريقة. قال له: ما قلتش ليه من الأول وما ساعدتنيش ليه من الأول؟ فرد عليه في بيت الشعر وقال له: وما طردناك من بخل ولا قللي، ولكن خشينا عليك وقفة الخجلي. ما حبيتش تقف بين قدامي وانت مسكين تقول لي سلفني او ساعدني، حبيت اساعدك من غير ما اقولك ان انا بساعدك، احتراما ليك وخوفا على مشاعرك. يا جماعة، الانسانية حلوة، هي قصة رمزية مش حقيقية، بس الانسانية جميلة. يا ترى هتساعد مين من الناس اللي معاك في العيلة من غير ما يجوا يخبطوا على بابك؟ يا ترى هتفكر ازاي في الفرع الفقير في العيلة؟ يا ترى هتفكر ازاي في جيرانك؟
يا ترى هتفكر ازاي في اصدقائك اللي محتاجين من غير ما يطلبوا منك؟ ازاي تفكر بطريقة ذكية تساعدهم؟ ساعتها فعلا بسمة امل ليك ولولادك من بعدك، لان الدنيا بتلف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.